ومحاولة الوصول إلى اتفاق. لا يوجد إلا محاولة، لا يوجد في الآن ممكن إلا التوافق بين الدول والضغوط، لأن أهم من أهم المبادئ اللي موجودة في الاتفاقات الدولية والاتفاقات الثنائية هو عدم الإضرار بأي من الدول المستفيدة من هذه الأنهار. فهذا مبدأ هام وأعتقد لابد من احترامه. نعم تفضل. سنعطي أكبر قدر ممكن. تفضل. تفضل. شكرا. رافد جبوري من البي بي سي. لمعالي الوزير، الخلاف الخليجي بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، تحديدا عن هذا الخلاف أسألك، الكويت على مدى أشهر توسطت، لكن رغم هذا لم تستطع أن تمنع تدهور العلاقات بين هذه الدول. في السنة القادمة في رئاسة الجامعة العربية، هل من جديد تستطيع أن تعمله الكويت؟ ولمعلم العام بسرعة، هل القرار بشأن سوريا يعني أن في القمة القادمة سنشاهد ممثل الائتلاف الوطني جالسا في المقعد السوري؟ نحن اليوم في إطارنا العربي، مجلس التعاون أحد الروافد المهمة في العمل العربي. إحنا في هذا البيت الكبير جامعة العربية، أحد الغرف في البيت يوجد فيها شائبة من الشوائب يتم معالجتها في إطارها، ولكن نحن معنيين اليوم في هذا الوضع العربي، وهذا اللي كان يعني اهتمام القادة بالتركيز عليه في قمة الكويت، وكيفية ليس فقط تشخيص بأن هناك خلافات بينية، ليس فقط العمل على إيقاف اتساع رقعة هذه الخلافات، ولكن ماذا يعني مطلوب منا عمله وبخطوات يكون متفق عليها في أرضية مشتركة. أنا أعتقد اللقاءات اللي تمت والاتصالات اللي على مدى 3 أيام سوف يكون لها نتائج إيجابية إن شاء الله في المستقبل القريب. الكويت اليوم تترأس القمة العربية، وهي تترأس أيضا الدورة الحالية لمجلس التعاون. مسؤولياتنا في الرئاسة تقوم على يعني إدراكنا بأن إخواننا وأشقائنا العرب مهتمين مثل ما احنا مهتمين بإيجاد يعني أرضية مشتركة كما هو الحال في دول مجلس التعاون. تفضل معالي الأمين. تسمح لي أضيف أمر على ما تفضل به معالي الوزير. لا يمكن أن نتوقع أن أي خلافات في أي مكان في العالم تنتهي في يوم أو في اجتماع. يعني أعتقد معالي الوزير ذكر عن الجهود الجبارة التي قام بها سمو الأمير والكويت مع مختلف الدول التي بينها نزاعات. هذا لن يحدث، لن تظهر نتائجه في اليوم التالي. لو كان الاتصالات دي لها قيمة كبيرة، وسوف نرى في الأيام القادمة ماذا سوف ينتج عنها. أما فيما يتعلق بالسؤال الذي وجه لي عن المقعد السوري، أنا هعيد قراءة السطر واحد عشان يكون مفهوم. بتكلمي على قمة قادمة إن شاء الله، يعني ربنا يطول عمرنا لغاية السنة الجاية. دعوة ممثلي الائتلاف الوطني السوري للمشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وبكل وضوح في سبتمبر أيلول 2014. شكرا. نعم شكرا للأمين العام. سأعطي المجال لأكبر قدر ممكن، لكن أتمنى من الزملاء إخواني إعطاء السؤال للوزير المختص أو الأمين العام، وعدم إعطاء السؤال بصيغة سؤالين. تفضل. 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 الاسم والتعريف. نعم. أنطوان نوفل. هنالك بإعلان الكويت إجادة بالجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، وتأكيد على ضرورة تعزيز قدرات هذه القوات. طبعا هنالك بطبيعة الحال الهبة السعودية التي يعرفها الجميع. هل من هبات أخرى ومساعدات أخرى للجيش اللبناني تواكب الهبة السعودية؟ السؤال موجه لمن؟ لمعالي الوزير. تفضل.
هو ما في شك موضوع لبنان موضوع يهم الدول العربية، وأولت هذا الموضوع اهتمام خاص، وفيما يتعلق في تعزيز قدرات الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية يعني حظى باهتمام كبير. احنا نشاهد بأن هناك اجتماع في روما وأن هناك اجتماع في الغرب واهتمام في الوضع في لبنان، من باب أولى أن يكون أشقائها العرب معها في هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها لبنان. نحن يعني إضافة إلى القرار اللي تم اعتماده من القمة في دعم وتعزيز قدرات الجيش اللبناني والقوى الأمنية انطلاقا من أهمية أمن واستقرار لبنان، ونشيد بهذه المناسبة بمبادرة خادم الحرمين الشريفين بتخصيص 3 مليار دولار أمريكي لمساعدة الجيش اللبناني. طلب في هذا القرار مساعدة من الدول العربية تقدم عينية ومادية وكل حسب قدراته، فالجميع مهتم في الوضع في لبنان، الجميع مهتم بأمن واستقرار لبنان. شكرا للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. تريد أن تضيف شيئا الأمين العام؟ اسمح لي، كما تفضل معالي الوزير هناك اجتماع قادم في روما، كان في اجتماع يوم 5 من هذا الشهر في باريس تحت رئاسة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وكان الرئيس ميشيل سليمان حاضر، كل الدول الكبرى 5 دول دائمة العضوية وعدد من الدول الأخرى، وكلهم تعهدوا بمساعدة لبنان، فهناك يعني إجماع دولي على ضرورة مساعدة لبنان بجميع الوسائل. نعم شكرا، تفضل. أنت تفضل، ستعطيك الفرصة لكن الهدوء لو سمحت. تفضل. سؤال سعادة النائب الأول رئيس الوزراء الكويتي وزير الخارجية، فيما يتعلق أن القمة دعت مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته تجاه جمود المفاوضات السورية في جنيف، بوصفكم الآن الكويت رئيسة للدورة 25، ما الجهود التي ستبذلونه أو ستبذلونها في سبيل الدفع في هذا الاتجاه؟ هذا لكم سيدي سعادة الأمين العام. يعني لماذا صدر بيان أو القرار في المتعلق بالائتلاف الوطني بشكل منفصل عن البيان الختامي هذا أولا، وما الذي حدث في قمة الدوحة يعني السنة الماضية؟ كاميرا خفية أم ماذا نريد أن نفهم؟ يعني سامحني هني على التعبير، شكرا لكم. فيما يتعلق بدعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته، يعني هذا مثل ما أشار معالي الأمين العام أنه الملف انتقل من شهر يناير 2012 إلى مجلس الأمن. مجلس الأمن يتابع الوضع في سوريا، وهناك مثل ما هو معروف سيد الأخضر الإبراهيمي مبعوث مشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. احنا نركز الآن على القرار اللي أشار له معالي الأمين العام، قرار 2139 الخاص في سوريا اللي صدر في 22 فبراير، على أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقرير بعد شهر، وهناك فقرة في القرار أن هناك خطوات يتخذها مجلس الأمن إذا لم يتم الالتزام بما ورد في هذا القرار. تقرير الأمين العام سوف يناقش قريبا في مجلس الأمن، ولكن الملامح الأساسية فيها تحديد استمرار النظام باستخدام القوات الجوية والبراميل المتفجرة، وهناك يعني خرق لما تم الاتفاق عليه والالتزام به بموجب هذا القرار. نحن نحث مجلس الأمن أن ينظر بجدية كاملة لتقرير الأمين العام وتحميل من قام بعدم الالتزام بما ورد في القرار، وبحث في خطوات أخرى تساعد على إن شاء الله أنه تكون هناك منافذ آمنة لوصول المساعدات للشعب السوري، وهناك إمكانية لاستئناف عمل المبعوث المشترك لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية. شكرا لمعالي الوزير، أرجو من الزملاء للتأكيد المرة الثانية الاسم والجهة التي تمثلها. تفضل من السعودية. تفضل. عذرا. شكرا. السؤال يدور أساسا حول الدوحة. عندما تقرأ هذا القرار فتجد أن الفقرة الثانية التأكيد مجددا على قرار قمة الدوحة رقم كذا بتاريخ 26/3 وقرار المجلس الوزاري، فقرار هذا قرار مبني على قمة الدوحة التي أعطت
المقعد للائتلاف السوري. شكرا للأمين العام. تفضل الأخ من المملكة العربية السعودية، الاسم والتعريف لو سمحت. نعم نعم، عبد الله خوجة بكة، الرئيس التنفيذي للمجلس الخليجي للإعلام وممثل صحيفة البلاد السعودية. سؤالي للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. سؤالي سيدي الكريم، أقول فيه أن التضامن العربي دائما يحقق الاستقرار في كل الدول العربية والعالم أجمع، وهذا أيضا استقرارا أساسيا للتنمية ومعالجة كثير من مشاكلنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأيضا هو الأمن، في يعطي للأمن أولويات هذا الاستقرار. قراءتكم من خلال إعلان الكويت لتلك الأمور التي ذكرتها في سؤالي سيدي، شكرا. هو ما في شك أنه الأمن سياج كل القضايا، ولكن يجب أن لا يطغى الأمن على كل المجالات، يعني الأمن أساسي. صاحب السمو أعرب في كلمته الافتتاحية عن بالغ ألمه لهذه الخلافات، وأيضا أشار في كلمته بأن علينا النظر في أن هناك بعض الأمور اللي قدرنا من خلالها نصل إلى قطاع كبير من مجتمعاتنا هم الشباب. في القمة الاقتصادية اللي عقدت في الكويت الأولى، تم توجيه واستهداف قطاع الشباب بتركيز على إنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. هذا على مدى 3 سنوات الماضية أنجز كثير من البرامج في كل الدول العربية. يعني هذا أمر ورافد ومسار يعني يعزز من فرص اللي تجمع المساحة الواسعة اللي تجمع عالمنا العربي. كما أشار صاحب السمو بأن مساحة الاتفاق أكبر بكثير من مساحة الاختلاف، فلا بد أن نركز على هذه الأمور. إحنا عندنا يعني قمة نوعية ناجحة اللي هي القمة الاقتصادية، واستكملت في الرياض واستكملت في شرم الشيخ، ونتائجها تحقق لقطاع مهم اللي هم الشباب في إيجاد يعني دعم لابتكاراتهم ولكل ما يسعون إليه، تخفف من كم الترسبات والتراكمات في علاقات قد لا تكون الأمور فيها سالكة. لكن هذه المسارات متى ما يعني تم العمل فيها وحققت أرضية مشتركة يمكن البناء عليها في خطوات مستقبلية، راح تكون إن شاء الله الظروف أفضل في ترجمة شعار قمة الكويت، قمة التضامن لمستقبل أفضل إن شاء الله. تفضل. محمود حربي، وكالة رويترز القسم العربي. في استفسار وسؤال حول سوريا، بس قبل السؤال لابد من الإشادة بالدور الذي تلعبه دولة الكويت. الحقيقة أي متابع يجد أنها استضافت مجموعة كبيرة من القمم في الفترة البسيطة، وبالتالي ده يؤكد أن هذه الدولة الصغيرة القابعة في شمال الخليج العربي لها اهتمام كبير بالقضايا الإنسانية. نيجي للسؤال. في استفسار عن رسالة من الرئيس بوتين للقمة العربية حول ضرورة فتح قنوات بين المعارضة والحكومة السورية، ده الاستفسار. السؤال انه البيان تحدث عن النظام السوري ولم يتحدث عن الجماعات المسلحة، رغم ان خطابات معظم رؤساء الوفود تحدثت عن جماعات إرهابية مسلحة، وللأسف هذه الجماعات بتحظى بدعم عربي، قنوات شعبية أو مؤسسات أو هيئات، لكن واضح أن هناك دعم عربي لجماعات إرهابية مسلحة. لماذا خلى البيان من الإشارة إلى هذا الموضوع؟ شكرا سيدي. لمن سؤال؟ سيد الأمين العام. إحنا شركاء فينا. أولا عندما نتحدث عن الأزمة أو الكارثة السورية يجب أن نبدأ منذ البداية. الكارثة السورية بدأت بمظاهرات في درعا في منتصف مارس عام 2011 لأفراد بيطالبون
بما طلب به الشعب في مصر.